السيد حمزة عبد الرحمن، صباح الخير سيد الكريم. صباح الخير أستاذة، وصباح الخير لكل مستمعين الأكارم. شكرا لك سيد عبد الرحمن حمزاوي، بكل اعتزاز وفخر نمتلك ذاكرة وطنية حاملة بالمآثر الخالدة وهي من مكاسب الأمة الجزائرية، ونعدها أيضا مرجعية أساسية لنا في السراء والضراء، ولذلك علينا أن نحافظ عليها. كيف يمكن الآن إبقاء جيل الاستقلال موصولا بقيم ومبادئ الثورة التحريرية وبالتاريخ الوطني الغني بالأحداث حفاظا على الذاكرة الجماعية للأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة في هذا الموعد الهام، ونحن على مقربة من ذكرى عيد الاستقلال والشباب. هذه المناسبة الهامة في الذاكرة لتاريخ هذا الوطن العظيم. في الحقيقة سؤالك يطرح موضوع مهم للنقاش، وهو تعزيز الروح الوطنية وحب الانتماء وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه، وذلك بربط الأجيال الحالية بتاريخ هذا الوطن المجيد. وهذا شيء يعني بالغ الأهمية، لأنه اليوم كل الشعوب وكل الأمم تهتم بتاريخها وبأمجادها، وتعمل على غرس هذه الذاكرة في نفوس مواطنيها، حتى يكون يعني المواطن متعلقا بوطنه ويكون إيجابيا في وطنه. في اليوم الحديث على تاريخ وطننا في الحقيقة هو تاريخ كبير، تاريخ مجيد مليء بالبطولات، ولدينا من الرموز ربما الشيء اللي يحزنون عليه الكثير من الدول، لأنه الجزائر يعني معروفة بتاريخها الضارب في يعني في يعني في عمق التاريخ. لكن لما نتحدث اليوم فقط على الثورة التحريرية المجيدة ويعني يعني الشيء الأحداث الكبيرة التي حدثت فيها وما حققته الثورة التحريرية، لابد اليوم يعني من ترسيخ هذه الذاكرة في نفوس الأجيال. ونرى اليوم بأنه فعلا اليوم فيه تحدي كبير، خاصة أمام يعني وجود يعني وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة التي ربما يعني هي في الحقيقة ملاذ أو أصبحت يعني تأخذ كثير من وقت الشباب والأطفال، وبالتالي اليوم لابد أن نعمل على توظيف كل الوسائل والإمكانيات، سواء مناهج مدرسية، سواء نشاط الأنشطة غير رسمية يعني مثل النشاط الكشفي أو الأنشطة الجمعوية، أيضا الإعلام لابد أن يوظف في تحقيق هذا الهدف الأساسي الذي تحدثت عليه، وهو ترسيخ الذاكرة في نفوس الأجيال، لأنه هذا شيء مهم، وهذا يعني وربط الأجيال بتاريخها وبقيمها هو الذي يعزز من الوحدة الوطنية، هو الذي يحافظ على هوية الأمة، هو الذي يحافظ أيضا على وحدة الوطن، وهو الذي يعزز الاستقرار. وبالتالي اليوم هذا التحدي تحدي كبير، وهو مسؤولية جماعية لابد أن تشتغل عليه العديد من الهيئات، ونحن نعتقد في الكشف الإسلامية الجزائرية بأنه هذا من أحد أهدافنا الأساسية التي نشتغل عليها في برامجنا وفي مناهجنا. من فعل الكشافة الإسلامية هي النبراس لبعث قيم التضامن والروح الوطنية، وقد قامت الكشافة المنظمة الكشفية بأدوار مهمة ومحورية قبيل وإبان الثورة التحريرية، وأسهمت منذ نشأتها في ترسيخ مبادئ الأخوة وحب الوطن. الآن ونحن نعيش في نفحات عبق الذاكرة ونستحضر التاريخ وننظر أيضا بعين الأمل إلى المستقبل، إلى أي مدى مهم التذكير بأن حب الوطن هو القوة الدافعة للتغلب على جميع المصاعب وكل التحديات مهما كان حجمها، مثل ما فعل أسلافنا في الماضي. بطبيعة الحال نحن نملك كنز كبير في الجزائر، وهو الثورة التحريرية الكبرى. يعني كلما قرأنا صفحة من صفحات تاريخ يعني هذه الثورة أو رمز من هؤلاء الرموز، يعني نجد فيه من يعني العبر ومن الأحداث ومن القصص ما يستلهم يعني روح وطنية عالية. فقط يعني احنا على سبيل المثال في الكشافة الإسلامية الجزائرية دائما نقول بأنه جل أبطال الثورة التحريرية كانوا من أبناء الكشافة الإسلامية الجزائرية، ف 18 من مجموعة 22 تاريخية كانوا في أفواج كشفية وترعرعوا في الكشافة الإسلامية الجزائرية. نأخذ على سبيل المثال العربي بن مهيدي، هذا البطل الكبير يعني الذي تحدى أكبر قوة استعمارية وهي القوة الاستعمارية الفرنسية، كان يعني خريج الكشافة الإسلامية الجزائرية وتلقى تربيته ومبادئه في فوج الرجاء في 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 بسكرة، وغيره كثير يعني من قيادات الثورة التحريرية ومن الشهداء. فاليوم يعني العمل الذي نشتغل عليه هو أننا ننمي حب هذا الوطن في نفوس الشباب وفي نفوس الناشئة، وهذا شيء مهم جدا.
وهي قيمة مهمة، لأنه فعلا هذا الوطن لم يتحرر بسهولة، وهذا الاستقلال الذي ننعم به اليوم جاء بتضحيات جسام، جاء بقوافل من الشهداء ودماء أريقت وجرائم كبيرة يعني تعرض لها الشعب الجزائري، وكل العائلات والأسر الجزائرية لا تخلو من شهيد أو مجاهد أو مناضل في الثورة التحريرية، وبالتالي لابد اليوم أن نرسخ هذه المعاني في الأجيال الحالية حتى تعرف يعني قيمة هذا الاستقلال وقيمة تحرير هذا الوطن اليوم الذي ننعم عليه بعد أن يعني وكان تحت ويدات الاستعمار أزيد من قرن ونصف قرن. وبالتالي أن أعتقد كما أشرت في سؤالك المهم بأنه فعلا الإسمنت المسلح الذي يجمع الجزائريين هو يعني التمسك بمبادئ ثورة أول نوفمبر، لأن مبادئ ثورة أول نوفمبر ليست فقط يعني ثورة عادية، بل هي إنهاء حقبة كاملة من استعمار حاول أن يطمس شخصية وهوية الجزائريين. فجاءت مبادئ ثورة أول نوفمبر لتبدأ بداية دولة جديدة هي الدولة الجزائرية الحديثة التي تتمسك بدينها وبلغتها وبهويتها، بالرغم من أنه اليوم فيه الكثير من الذين يعني يحاولون زعزعة الاستقرار، ضرب الهوية الوطنية، ضرب الوحدة الوطنية طوال عقود، إلا أنه اليوم تمسك بمبادئ أول نوفمبر هو الذي جعل يعني الوطن محفوظ من يعني التفكك ومن التمزق، وما زالت يعني ما زالت الأجيال الحالية يعني متشبعة بهذه القيم، ونحن نعمل ككشافة إسلامية جزائرية أن نواصل هذه الرسالة ونحملها إلى الناشئة وإلى الطفولة والشباب وكل المجتمع. نعم سيد عبد الرحمن الحمزاوي، الذاكرة الوطنية هي دائما مصدر قوة الشعب الجزائري، وقد برهنت الأحداث على ذلك في كثير من المناسبات. شباب الاستقلال وجد القدوة في جيل نوفمبر وواصلوا مسيرة البناء والتشييد. اليوم نعد طلبتنا وتلاميذتنا بالملايين، أساتذتنا والأطباء بالآلاف، المهندسون، الضباط، البناؤون، الرصاصون، عمال السكك الحديدية، التقنيون في كل المجالات، عمال المناجم، هم كلهم مفخرة الجزائر. هل ما تحقق من إنجازات هو وفاء لثورة نوفمبر؟ طبعا اليوم أعتقد بأنه الرسالة التي نقدمها لشهدائنا وهم يعني عند ربهم بأن يناموا قريري العين بأن الجزائر اليوم لا تزال بخير بأبنائها وب يعني هذه الأجيال التي لا تزال متشبعة يعني بحب هذا الوطن، ولا تزال مواصلة للرسالة التي ابتدأها هؤلاء الشهداء رحمة الله عليهم ومن معهم حتى من المجاهدين الذين توفوا والذين ما زالوا على قيد الحياة. فبطبيعة الحال أعتقد بأن رسالتهم كانت تحرير هذا الوطن حتى يكون وطن واحد موحد، وطن لشعب متمسك بدينه وبهويته. وفعلا يعني جاءت يعني أو مرت الجزائر بعدة مراحل بعد الاستقلال أو بعد الثورة التحريرية، سواء مسيرة البناء والتشييد كما تفضلتي، والتي فعلا يعني كللت بإنجازات هامة في مختلف المجالات، وكان فيه عمل تراكمي تنموي في مختلف القطاعات. واليوم الحمد لله يعني الجزائر خطت خطوات مهمة يعني في العديد من الأصعدة. اليوم لما نشوف يعني خريجي الجامعات يعني سنويا أيضا نشوف مدارسنا ونشوف العديد يعني من المشاريع التي يتم إنجازها في مختلف القطاعات، فعلا نقول بأنه الحمد لله اليوم كان فيه جهود وكان فيه فعلا استمرار لهذه يعني أو تحقيق لهذا الحلم الذي كان عند الشهداء الذين يعني فجروا ثورة نوفمبر لأجل أن تنعم الجزائر بالاستقلال وتكون الجزائر يعني دولة حديثة عصرية متقدمة. صحيح لما نتحدث بأنه فعلا اليوم لازلت فيه العديد من النقائص، لازلت الجزائر بحاجة إلى العديد من الإصلاحات في مختلف المجالات، وأعتقد بأنه هذه مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الأجيال الحالية بأن تأخذ على عاتقها فعلا أن تمضي بالجزائر إلى الأمام. وهذه ربما من صميم الغيرة التي يعني التي تختلج في صدور كل الجزائريين، إذا كان أبائنا
وأجدادنا قاموا بالثورة التحريرية وضحوا بأنفسهم من أجل تحرير الوطن، فأعتقد اليوم مسؤوليتنا أن ننهض بهذا الوطن في مختلف المجالات وتكون لنا مسؤولية. طبعا والفرصة المتاحة اليوم بما تملكه الجزائر من إمكانات، في إمكانات مادية وإمكانات بشرية، بإمكانها يعني أن تكون في مصاف الدول المتقدمة. وأعتقد بأن الجزائر اليوم عندها يعني من شبابها ومن إطاراتها اللي رانا نشوفهم حتى في العواصم الغربية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في كل دول العالم، يعني من خيرة الإطارات اللي راهم في الجامعات وفي كبرى المستشفيات العالمية. وهذا الشيء يعني يزيد يعزز لنا الثقة بأننا بالإمكان فعلا أن نحقق نهضة حقيقية في مختلف المجالات، وهذا يأتي فعلا بتراكم الجهود ويأتي بتحمل المسؤولية وبالغيرة وبحب هذا الوطن. وأعتقد الجزائريين كلهم يعني عندهم هذا الغيرة على الوطن سواء اللي راهم في الداخل أو في الخارج، وبالتالي اليوم نحتاج فعلا إلى مشاريع بناء لتحقيق يعني أو استكمال كما تفضلت في السؤال استكمال حلم الشهداء. قبل أيام كانت لنا سي عبد الرحمن حمزاوي، كانت الجزائر مرة أخرى كانت قبل أيام هي مثال أيضا بالتفاف شعبها الأبي حول بناء مؤسساته من خلال محطة الانتخابات التشريعية التي بلغت نسبة الشباب المشارك فيها والفائز بها أيضا مستويات قياسية. ما هو الدافع وراء هذه المشاركة القياسية؟ طبعا اعتقد انه الانتخابات التشريعيه يعني التي مرت على الجزائر في 12 جوان السابق كانت محطه مهمه من محطات استكمال مسيره الاصلاح التي ابتدات بعد حراك 22 فبراير 2019، ثم جاءت من بعدها الانتخابات الرئاسيه، ثم يعني التعديل الدستور، وجاءت يعني هذه الانتخابات لتجديد المؤسسات التشريعية في إطار استكمال بناء المؤسسات وتقويتها حتى يكون فيه توازن يعني في السلطات ويعني وتحقيق الإصلاحات والتنمية الشاملة في البلاد. أعتقد بأنه فعلا هذه المرة ونحن على مقربة من عيد الشباب كان فيه يعني مشاركة الشباب خاصة على مستوى القوائم الانتخابية. أعتقد السبب الأساسي هو أولا توفير الظروف يعني المناسبة وأيضا تهيئة يعني أو اتخاذ العديد من الإجراءات التي عززت الثقة بين يعني المواطن والسلطة بأنه فعلا فيه انتخابات نزيهة وشفافة والإرادة الشعبية هي التي تفرز ممثلي الشعب في البرلمان. هذا بالدرجة الأولى. الأمر الثاني كانت فيه تشجيع وتحفيز للشباب بمختلف يعني الوسائل وتوفير الإمكانيات حتى يترشحوا في الانتخابات، سواء توفير الإمكانيات المالية أو أيضا حتى الإجراءات القانونية التي كانت تفرض في القوائم أن يكون فيه يعني فئة الشباب، وهذا الشيء اللي خلى الشباب يترشح في الانتخابات ونال يعني مقاعد هامة في البرلمان، وهذا الشيء راح يعني يعطي قوة ويعطي نفس جديد للشباب يعني أو للبرلمان بهذه الطاقة الجديدة التي يعني ستكون في قبة البرلمان في يعني في المرحلة المقبلة. يعني الشباب لم يبقى خارج معادلة ربما التغيير وصناعة القرار. طبعا هذا المرة الشيء المهم أنه دور الشباب في الانتخابات لم يكن دور شكلي، بل أصبح دور جوهري ودور أساسي، وهذا الشيء اللي شجع الشباب أنهم يقتحموا الانتخابات ودخلوا. حقيقة صح التمسنا أنه مازال فيه ربما عزوف إذا صح التعبير من فئة كبيرة من الشعب في عدم المشاركة في الانتخابات، لكن يعني نحن نقول دوما بأننا نحن يعني في بداية الإصلاحات، يعني ربما هذا البرلمان راح يخلينا في المرحلة المقبلة راح تكون فيه يعني تعزيز أكثر للمسار الديمقراطي في الجزائر. وشفنا حقيقة أنه هذه المرة كل المشاركين في الانتخابات أكدوا على نزاهة الانتخابات وأنه البرلمان منبثق من الأراضي الشعبية حقيقية، وهذا شيء إيجابي وشيء مهم جدا، وهذا اللي ربما وعد به السيد الرئيس في برنامجه، واليوم رانا نشوفه فيه تحقق في الميدان، وهذا اللي يخلي فعلا هذه المؤسسة التشريعية مؤسسة تمثل الشعب الجزائري وتكون عندها القوة في التشريع وفي الرقابة، وهذه هي الأدوار الأساسية للبرلمان. رغم كل الإنجازات والخطوات التي قطعتها بلادنا سيد حمزاوي، ما زالت تنتظرنا معارك أخرى يجب أن ننتصر فيها، منها معركة تنويع الاقتصاد الوطني وهو ما يشدد عليه كثيرا رئيس الجمهورية سيد نجيب تبون، معركة تعميق الديمقراطية من خلال المحطة المقبلة هي الانتخابات المحلية، ترقية الحس المدني لكي نستفيد من تعدد الآراء. أي مسؤولية تقع على كل فرد منا للإسهام في هذا الجهد الوطني خاصة في عالم مضطرب ومتقلب؟ طبعا يعني مهم جدا أنه يكون عندنا وعي فردي ووعي جماعي بأننا
لابد ان نتحمل مسؤوليه خدمه هذا الوطن كله من موقعه. لما نتحدث عن الجزائر الجديده اليوم اللي يعني حمل كشعار، لابد لهذا الشعار ان يترجم يعني الى مشاريع وبرامج في الميدان. ومسؤوليه تحقيق الجزائر الجديده ليست مسؤوليه جهه واحده، بل هي مسؤوليه الجميع، يعني ليست مسؤوليه السلطه لوحدها او الاحزاب السياسيه او الحركه الجمعويه والمجتمع المدني، بل هي مسؤوليه يتشارك فيها الجميع، لانه هذا وطننا، كل واحد عنده مسؤولية في بنائه وفي خدمته. ولنا العبرة في الثورة التحريرية وأيضا في يعني المراحل اللي مرت بها الجزائر بعد الاستقلال. في كل مرة الجزائر يعني تحقق استقلال وتحقق يعني نهضة في مختلف المجالات، لا تكون إلا بجهود وبوعي جماعي. اليوم فعلا الجزائر يعني بحاجة إلى جهود الجميع، لأننا فعلا نمر بظروف وتحديات كبيرة، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. وسؤالك ربما أحمل الكثير من هذه الجوانب، خاصة التحدي أولا الإصلاحات اللي طالب بها الشعب الجزائري، واليوم رانا نشوفه فيه خطوات وفيه إرادة سياسية حقيقية لتحقيق هذه الإصلاحات وتحقيق مطالب الشعب الجزائري، ورانا نشوفه فيها تجسد خطوة بخطوة، لأنه تجسيدها لا يكون إلا عن طريق محطات دستورية مثل يعني الانتخابات التشريعية، وأمامنا اليوم انتخابات محلية. التحدي الثاني اليوم اللي يعني فعلا تحدي أساسي، وهو تحدي التنمية وبالخصوص الجانب الاقتصادي، لأنه اليوم نعرف بأنه المواطن يريد تحسين مستوى المعيشة، المواطن له احتياجات كثيرة في مختلف المجالات، وبإمكاننا فعلا أن نحقق تنمية اقتصادية شاملة بما نملكه من إمكانات ومن خيرات تملكها الجزائر. فعلا نحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية يعني على أو اقتصادية استراتيجية، يعني تحمل برنامج قريب المدى ومتوسط المدى وبعيد المدى، لأنه لا يمكن أن نحقق يعني نقلة اقتصادية في أشهر كما يريد البعض، بل نحن بحاجة إلى مشاريع وبرامج يعني تحقق هذا يعني هذا التطور الاقتصادي. اليوم احنا فقط نريد يعني أريد أن أشير من خلال سؤالك بأنه تحقيق هذه التنمية الشاملة وبالخصوص التنمية الاقتصادية هي مسؤولية جماعية. إذا كان نلقى العامل في 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 معمل أو في أي مكان يعني ما يقومش بالواجب نتاعه، يعني إخلاص طبعا، إذا كان ما يقومش بالواجب نتاعه الفردي النابع من حب هذا الوطن والذي يملي عليه ضميره ومسؤوليته أمام الله عز وجل، فلا يمكن أن نتحدث على يعني هذه التنمية الشاملة. فتحقيق التنمية يبدأ يعني بتعزيز هذه القيم، تعزيز حب الوطن، وهذا الشيء اللي شفناه في العديد من الدول اللي نجحت وكانت ربما في ظروف وفي أزمات اقتصادية وسياسية صعبة، إلا أنها حققت نقلة يعني ونهضة في ظرف وجيز، وهذا الشيء بإمكاننا أننا نحققه في الجزائر. واليوم الظروف مهيئة لتحقيق هذه التنمية الشاملة، وهذا اللي نتحدث هنا، نتحدث على المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية وأدوار الجميع، ونحن كمجتمع مدني وكشفاء إسلامية جزائرية نعمل فعلا على أن نكون مساهمين وداعمين لهذه التنمية. تذكرت عن المسؤولية الفردية والجماعية، الآن الشباب دائما كان في صلب السياسات التنموية، فهو الهدف والوسيلة في نفس الوقت، كيف يمكن تجمع كل هذه الطاقات لتحقيق التنمية؟ طبعا اذا نتحدث على قوه الشباب، كما تفضلتي عندنا خريجي الجامعات بالالاف سنويا، عندنا تلاميذ في مختلف يعني في المدارس، والحمد لله يعني عندنا كفاءات واطارات في مختلف المجالات في الحرفيين. اليوم يعني بالنسبه للجزائر لها يعني مكسب كبير، ولها يعني خزان من الشباب بامكانه فعلا ان يحدث ثوره حقيقيه في التنميه، وشفنا باللي فيه اراده حقيقه. اذا كان رجعنا شويه الى الوراء في خلال فتره كورونا اللي كانت فيه يعني تم يعني غلق المجال الجوي وكانت يعني فيه ظروف صعبه، الا انه شفنا ابداعات كبيره يعني خرج بها شبابنا وخرج بها يعني يعني في مختلف المجالات، سواء في المجال الصحي او في المجال الاقتصادي، يعني وشفنا يعني مبادرات كبيره. بامكاننا تحقيق هذه الاراده وهذا يعني وهذا الابداع، طبعا تحتاج الى تثمين، وتحتاج ايضا الى تشجيع والى تهيئه الظروف حتى تتحول الى مشاريع وبرامج حقيقيه. اعتقد اليوم بانه يعني هذا الشيء الذي يأمله الشعب الجزائري، خاصة اليوم وإحنا مرينا بمحطة تشريعيات وإحنا في انتظار يعني تشكيل حكومة جديدة، بأنه يكون فيه فعلا تثمين لهذه الجهود وفتح المجال للشباب حتى يساهم في هذه التنمية. وأعتقد يعني بأنه
صحيح فيه العديد من المشاريع وفيه العديد من البرامج خاصة موجهة للشباب في الجانب الاقتصادي في السابق، بإمكان يعني أو أعتقد أن الفرصة مهمة لتقييم هذه المشاريع وهذه البرامج. إذا نتحدث يعني عن خاصة المشاريع اللي يعني في الجانب الاقتصادي، بإمكاننا أن نحولها إلى برامج حقيقة تساهم في التنمية. لما نتحدث عن التنمية، التنمية يعني فيها العديد من المجالات، تنمية اقتصادية، ثقافية، يعني اجتماعية، رياضية، في كل المجالات نحن بحاجة إلى تنمية، ولنا يعني من الإمكانات ولنا من الكفاءات ما يمكن فعلا أن يعني أن نحقق أهداف كبيرة في فترة وجيزة يعني من خلال هذه الطاقة الشبانية التي تمتلكها الجزائر. مسؤولية كبيرة تركها لكم القائد البطل الشهيد محمد براس، كيف تعملون على أدائها اتجاه الشباب خاصة في ظل ما يتعرض له ربما من محاولات للتشويش والتشويه وأيضا إغرائه في بعض الأفات التي الهدف من ورائها هو عدم تمكينه من استغلال مقدرات بذاته بالنحو الذي يرضيه؟ طبعا لما نتحدث عن الكشافة الإسلامية الجزائرية كما هي معروفة هي مدرسة الوطنية والتي أسسها الشهيد محمد براس سنة 1936، لتستمر هذه المدرسة في العطاء والتضحية من أجل هذا الوطن وتقديم الإطارات والكفاءات في مختلف المجالات في خدمة الوطن من الثورة التحريرية إلى ما بعد الاستقلال. واليوم يعني أعتقد بأنه الرسالة التي نوجهها يعني للشباب والتي نشتغل عليها بأننا اليوم لابد أن نحافظ على شخصيتنا الجزائرية، الشخصية التي يعني تمتلك مبادئ وثوابت تقيم بإمكانها فعلا أن تجسد الشخصيات التي كانت في الثورة التحريرية. بإمكاننا اليوم أن نرى من شبابنا ومن إطاراتنا، نرى العربي بن مهيدي ونرى ديدوش وزيغود، يعني وهذا الشيء الذي يعني نستفيد من يعني من قراءة التاريخ ومن قراءة الذاكرة هو أننا يعني اليوم أن نعزز هذه الشخصيات وهذا الانتماء في نفوس الشباب. وبالتالي اليوم التحدي الأساسي أننا نعي فعلا خطورة يعني ما يحاك ضد الجزائر. لما نتحدث على الوحدة الوطنية التي يعمل العديد اليوم على تمزيقها، وهذا الشيء ما قدرتش فرنسا تحققه خلال أزيد من قرن، ولكن اليوم هناك من يريد فعلا أن يضرب الجزائريين، سواء من خلال يعني الانتماءاتهم اللغوية أو لهجاتهم أو مناطقهم، وهذا الشيء لن يتحقق حقيقة لأنه مازال فيه مخلصين وشرفاء يشتغلون في مختلف المجالات، وفيه وعي حقيقي لدى كل الجزائريين بأننا الجزائريون وحدة واحدة موحدة، يعني لن يفرقهم أحد. هذه بالدرجة الأولى. أيضا من جهة أخرى لدينا من الثوابت ولدينا من المقومات يعني ما يجمعنا أكثر مما نختلف عليه، فديننا الإسلامي ربما اللي يعني نعتز به، ويعني الشعب الجزائري معروف بتمسكه بدينه وتمسكه بلغته وتمسكه بهويته، ومعروف يعني بأن الجزائر كما كانت تسمى في السابق عروس البحر المتوسط، يعني بتاريخها الناصع وصناعتها الحضارات كثيرة. وبالتالي اليوم يعني نحن نعمل على مستوى الكشافة الإسلامية الجزائرية، وأيضا نعمل حتى مع الحركة الجمعوية أن يكون لنا دور هام في تعزيز هذه القيم في نفوس الشباب ونفوس المجتمع، وأيضا أن ننشر الوعي بأنه فعلا هناك اليوم من يريد يعني ضرب استقرار الجزائر ويريد تشويه رموزنا أيضا وتاريخنا، وبالتالي لابد أن نكون نحن صمام الأمان ونقف حاجز مانع أمام كل هذه التحديات. أتوقف معك عند هذه النقطة، أنت ذكرت مسألة مهمة هي ضرورة تحسين الوعي الجماعي، فمثل ما قلت أنه تقدمنا يزعج، ربما جهودنا نحو تحقيق أمن غذائي واستقلالنا الاقتصادي أيضا تقلق الكثيرين، ووحدتنا هي هدف لأجندات. ما هي آليات التصدي لمختلف هذه الحملات العشواء التي تحاول النيل من عبقرية الشباب الجزائري خاصة؟ طبعا اليوم يعني فيه ربما بعض المؤشرات التي يعني تبشر بخير، لأنه لما نشوف شبابنا في سواء اللي راهم في الداخل أو في الخارج
يعني دوما يعني يحبوا وطنهم ويعتزوا بالانتماء لوطنهم ويقدموا تضحيات من اجل هذا الوطن. واعتقد بانه شيء هذا الشيء ربما نكونوا متطرفين لما نقولوا بلي الشعب الجزائري يعني فريد من نوعه في حبه وطنه وتعلقه بوطنه. وشفنا حتى في مباريات كره القدم لما يعني شبابنا ويخرجوا في العاصمه والعواصم الاوروبيه وكل عواصم العالم يعني عبروا على فرحتهم بالخروج بالاعلام الوطنيه حتى ويكون ربما يعني ميلاده في 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 دولة أجنبية ولكن يخليه دائما متعلق بهذا الوطن. أعتقد بأنه اليوم هذا الشيء بشر الخير ويخلينا نشتغل على مستوى على يعني كل مستويات خاصة على مستوى يعني الجانب التربوي أو القطاع التربية والثقافة والرياضة. وإحنا أيضا كمجتمع مدني ندعم هذه الجهود ونشتغل على أنه فعلا نزرع هذا الوعي في نفوس الشباب لأنه اليوم الفئة الشباب هي الفئة المستهدفة والكثير يريد لفئة الشباب أن تصبح يعني عناصر هدم وليست يعني عناصر بناء. والحمد لله الجزائر فوتت الفرصه. شفنا العديد من الدول اللي صارت فيها ما يسمى بالربيع العربي وصارت فيها انقسامات وحروب، لكن الجزائر يعني الحمد لله بفضل الوعي الذي يملكه شبابها ويملكه شعبها يعني تجاوزت هذا المحن بدون يعني ان يعني تسمح للنيل منها. واليوم يعني لا يزال هذا التحدي قائم وبالتالي لابد يعني انه تكون فيه جهود كبيره من اجل يعني حمايه شبابنا وتحسينهم من مختلف هذه يعني الفتن التي يسعى الكثير الى نشرها. ولكن الحمد لله فيه وعي كبير يخلينا نتفائل خير ان شاء الله يعني بانه الجزائر راح تبقى محفوظه وتبقى محميه باذن الله. ذكرت في البدايه مساله كيفيه يمكن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الان التي يستغلها الشباب كثيرا بفضل التغيرات التي فرضتها العولمه، دخول التكنولوجيا، كيف هي؟ ما هي الاجراءات التي تكفل لنا الارتقاء بالجزائر الى مستوى حقائق وتحديات اليوم في كنف احترام الثوابت المنبثقه عن ثوره نوفمبر المجيده؟ طبعا نحن عندما نقول بانه يعني كل الامه او الامم التي لا تاريخ لها لا هويه لها، والفرد الذي ليس له مبادئ وقيم وذاكره لا انتماء له. وبالتالي اليوم لابد يعني ان نستغل كما تفضلتي كل الوسائل المتاحه وخاصه ميل الشباب الى وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن نشتغل على هذه المواقع حتى يعني نجعل منها برامج ووسائل فعلا تخدم هذه الاهداف وتجعل من الشباب يعني متمسك بهويته متمسك بمبادئه. واعتقد كما قلت في البدايه بانه بالنسبه لنا هذا ارث وهذا كنز وامانه في اعناقنا لابد اننا نحافظ عليها ونجعل كل الخطوات التي نخطوها في كل المجالات يعني مبنيه على هذه المبادئ وهذه الثوابت وفاء للشهداء وفاء لثوره التحرير 1954. شكرا جزيلا لك القائد العام في الشركه الجزائريه السيد حمزه عبد الرحمن على كل هذه الافراءات القيمه، شكرا جزيلا.